متتبعي قناة الفاسباريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غنناقشوا واحد معاناة تاع الكثير من الأطفال تعاني من واحد الإعاقة تسمى الشلل الدماغي. شنو هو النوع تاع الإعاقة وشنو هي الصعوبات التي تتلقاها الأسر تاع الأطفال هذا، وشنو هو الدعم اللي تتوصل به الجمعيات اللي تهتم بهذا النوع من الإعاقة؟ من أجل مناقشة القضية هذه نستضيفوا السيدة نادية بالحداد، رئيسة جمعية ملائكة للأطفال الأطفال الذين مصابين بالشلل الدماغي. السيدة نادية مرحبا بك. مرحبا، شكرا. كيف جات الفكرة في الأول باش درتوا هذه الجمعية باش يعني تناقشوا هذا المشكل تاع الأطفال اللي يعانون من نوع تاع الإعاقة؟ هذه الإعاقة اللي الاسم ديالها هو شلل دماغي، لانفيرميتي موتري سيريبرال، جات الفكرة أن احنا آباء وأولياء ديال الأطفال اللي مصابين بهذه الإعاقة. في البداية مهم كأي أسرة تيكون بين يديها واحد طفل اللي من بعد فحوصات وهذا تتعرف في آخر المطاف بأنه مصاب بواحد الإعاقة، بطبيعة الحال تتمشي تقلب على واحد المكان اللي غادي تدمجوا فيه. ألوغ حنا منين قلبنا مجموعة ديال الآباء، الآباء اللي يعني الأعضاء تاع الجمعية هم آباء تاع الأطفال ديال يعني الأطفال مصابين بهاد الإعاقة. منين قلبنا على أماكن باش ندمجوا لقينا بأن على صعيد الدار البيضاء الكبرى ما كاين حتى شي مركز ولا شي مؤسسة تابعة للدولة ولا شي أوبيتال، شي أوبيتال اللي تياخذ هاد الويدات أون شارج. ولكن كاين مجموعة من الجمعيات تاع المعاقين على مستوى الدار، ولكن هاد الاعاقه لا ما تيستقبلوش هاد الاعاقه، لان هاد الاعاقه فيها مركبه، فيها جوج ديال الانواع ديال الاعاقه، كاينه اعاقه ذهنيه واعاقه حركيه. يعني الطفل تيكون ناتي يعني من جوج الاعاقات في نفس الوقت، في نفس الوقت الوغ تيكون ذهني وفي نفس الوقت تيكون حركي. دونك هنا بالنسبه لا بريزون شارج ديالو هي تتكون ميتو ديسيبلينير، ماشي اي جمعيه اللي تقدر تاخذ هاد الوليدات. صعيب عليها سي ديفيسيل. دونك خاص تكون واحد الجمعيه اللي متخصصه في هاد الاعاقه. وانت تكتشف هاد النوع تاع الاعاقات بالنسبه هاد الاعاقه تجي من بعد الولاده ولا قبل الولاده ولا في الوقت ديال الولادة. هذه الإعاقة السبب ديالها هو النقص في الأكسجين. ألوغ الوليد ملي تيتزاد ما تيطلعش ليه الأكسجين للسيرفو ديالو، تيعطيه هذا النوع من الإعاقة. وهذه الإعاقة تكون مصحوبة بنوبات ديال الصرع. ألوغ هاد الوليدات تيكونوا تحت إشراف طبي ونفس الوقت يعانيوا من هاد الاضطرابات. دونك من الضروري أنه يكون تحت، يكون في واحد المكان اللي يكون فيه دي بريستاسيون زعما اللي خصو يستافد منهم. بحال دابا عندك الترويض الطبي اللي ضروري خصو يستافد منه عنده قبل وصول لهاد المرحلة هذه. قلتي قبل من الولادة، ولكن كيفاش هاد الأب يعرف بأن ولده غيعاني هاد النوع من الإعاقة قبل من الولادة؟ يعني ما تنعرفوش حنا كأباء. دونك الميدسان ملي تمشي عنده تيعطيك دي تريتمون، تيعطيك قبل من الولادة، تيتعرف قبل الولادة ملي تيكونوا دي كومبليكاسيون. بحال دابا شي واحد تيكون اوسبيتاليزي وقع ليه شي حاجة ولا هذا شي انفيكسيون ولا شي حاجة، تما تتبدا. ولكن الطبيب ما تيشرحش لك هذا الشيء، هاد لي زيتاب. الوغ امتى تتعرف هذا الشيء؟ حتى من بعد الولادة. وتقدر يكون المشكل حتى في الوضع ديال تيكونوا دي كومبليكاسيون اللي تما تتعرفهمش، لان الام تتكون هي في هذاك المكان لانها غادي يكون مهم في لاكوشمون. دونك ما هي ما غاديش تكون عارفه شنو الا ما عطاهاش الطبيب زعما يشرح ليها من بعد اشنو وقع ليها، ما غاديش تعرف. دونك بحال انا تكتشف انا راه ولات يعني بحال دابا انا بنتي اكتشفتها حتى وصلت للاج ديال 6 mois، وماشي انا اللي اكتشفته، اكتشفته الام ديالي، لان شافت بان البنيه ما تتمشاش ما تتقلش طول الطون، تتبقى راسها مايل ليها، عندها الريوق طول الطون، خصك طول الطون تمسح ليها. غير هما اونتر بارونتيز هاد الوليدات تيكونوا وليدات لي ساج، ما فيهمش مشاكل، هادئين. دونك انت ما تتقول بان هذاك لونفور اي لي ساج ظريف، هذا راه ما فيش مشاكل. هذا الشيء اللي بعض العلماء تاع النفس والخبراء تيقول بان الطفل اللي تيكون تيتحرك هو حركي تيكون فوالا. واش الشروط اللي تتوفر اللي خصنا نوفروا لهذا النوع تاع الاطفال في في هذه الجمعيه بالنسبه لديكم؟ هاد الاطفال كما انا غادي نلخصها لك في كلمه واحده، كما تياكل ويشرب خصو يدير الترويض والنطق والسلوك. هادو حياته كلها. وعندنا حنا في المغرب عندنا في هذه المراكز الترويض بالنسبه للاطفال
ما عندناش. انا تنهضروا حنا على الجمعيات ما تنهضروش في لي زوبيتو راه كاين تتلقى الترويض الطبي وتتلقى لوغتوفوني وبسيكوموتريسيتي ولكن الاشكال فين كاين؟ الاشكال هو ان هذوك لي بريستاسيون تيداروا مره في 3 شهور ولا مره في شهرين حنا لا حنا عندنا اون بريزون شارج بليغ ديسيبلينير كونتيني عندنا ان بروغرام تمشيو به في الدري تنتبعوه حتى تيتحسن هذا هو الفرق بيننا وبين يتحسن وليدات. حنا هاد السنه راه دمجنا واحد الطفل اللي عنده شلل دماغي وفي البدايه ديال الجمعيه كان عندنا وليد اللي استضفناه في البدايه هاد السنه راه عنده راه في الكوليج. امتى درتو نتوما الجمعيه ديالكم؟ الجمعيه تاسست في 2010 2010 شنو الصعوبات اللي تلقاو داخل في هذه الجمعيه نتوما؟ الصعوبات هي صعوبه ديال الدعم سيرتو عندنا الاكثر الوليدات اللي تنستقطبوا اللي تيدخلوا الجمعيه هما وليدات من فئه هشه وكلهم عندهم الرميد وكلهم زائد ان الاعاقه ثقيله ومكلفه دونك راه انا براسي تجيني الاعاقه ثقيله واخا عندي ميتويال وعندي كل شيء ولكن تجيني حتى انا ثقيله ما بالك بان واحد الانسان مسكين اللي ما عندوش دي مويان ما عندوش راه غير الحصه ديال الترويض الطبي ودير راك عارف الاثمنه ديالها راه بلا ما تقريبا باش نفسروا الناس شحال بحال دابا الا في الاكستيريور راه تدير الحصه ديال الترويض الطبي راه زعما اقل ثمن هو 150 درهم بغيتي دير لابسيكوموتريسيتي راه 250 درهم 300 درهم الحصه لابسيكولوجي راه عرفتي لابسيكولوجي راه عندك 400 نديرو على حسب كل حاله شنو تيعطيها الطبيب كاين اللي عنده ثلاثه ديال الحصات في الاسبوع كاين اللي عنده جوج الحصص في الاسبوع كاين اللي عنده غير حصه في الاسبوع كل واحد على حسب كل طبيب. بالنسبه للدعم هضرتي قلتي تلقاو مشاكل الدعم واش ما عمركم تلاقيتوا دعم من طرف الدولة ولا شنو؟ لا بالعكس خدينا من نهار أسسنا الجمعية وحنا تنستفدوا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبادرة عاوناتنا في بنين جهزنا حيت حنا عندنا أقسام مدمجة داخل مؤسسات تعليمية حنا جهزنا هذاك المكان بالدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا بريزون شارج ديال الوليدات ديال لا بريفيكتور ديالنا هي الوحيدة اللي تياخذوا هذوك لي زونفو اون شارج درنا بزاف ديال المشاريع ديال الكراسي المتحركه ديال واحد لابارياج ديال حيت هاد لي زونفون خصهم هاد الوليدات خصهم ميم دي زاباريج واحد لابارياج ضروري انديسبونسابل لهاد لي زيم سي الا كنتي تدير الترويض لواحد الوليد وما عندوش لي زاتيل وما عندوش كورسي باش ما يعوش ليه لا كولون فيرتيبرال ما عندوش لابارياج ديال اليدين راه داك الترويض ما تيعطيش واحد النتيجه وداك الوليد ما حدو ما عندوش لابارياج والحاله ديالو تتدهور ما تتحسنش الناس ما عارفينش هاد المعلومه ولكن راه لابارياج ولكن راه الترويض الطبي بلا لابارياج راه ما تيعطيش نتيجه انا دابا تنقولها علنيا الترويض الطبي بدون لابارياج راه ما تيعطيش نتيجه والجمعيه راه ما تتكونش مسؤوله دونك خاص اون بريزون شارج اللي تيكون فيها انكلي تا لي بارون دابا لي بارون مي تيبغي يحط ولده في واحد المكان تيحطو على اساس انه ماشي تهنى منه مي ينقص عليه واحد شويه العبء ولكن هو ما تيبغيش يواكبه بالعكس خصو يواكبه مع الجمعيه حيت لا واكبوا لي بارون الوليدات مع الجمعيه هذاك الوليد انا متاكده غادي يتحسن غادي يتحسن ولكن الا بقات الجمعيه بوحدها تدير ديك لاطاج راه بيان سور راه التحسن راه غادي يكون فيه درجات مختلفه ما يمكنش غادي يوصل. اذا نتوما تتلقاو الدعم حيت قلتي لي كاين مشكل تاع مستوى الدعم مؤخرا هاد السنه تنستافدوا من الدعم ديال التعاون الوطني اللي تتشرف عليه وزاره ديال التضامن اللي تيتسمى دعم تمرس الاطفال في ذات اعاقه حنا تنستافدوا من 2019 حنا تنستافدوا من هذا الدعم هذه السنه الفريطه ديال 2022 لا هذا دعم ديال 2022 حطينا الدوسي عادي هاد السنه السيده الوزيره دارت لنا واحد لابليكاسيون ديال ولينا تندخلوا معلومات وهذا في لابليكاسيون وتناخذوا الوصل بان راه لو دوسي كومبلي وانهم وصلوا به وانه مقبول دونك حنا خدينا لو غوسيو ديالنا مقبول الدوسي فيه سميتو المجموعه ديال الوليدات اللي غادي يستافدوا من داك الدعم فيه المختصين لان هادي سي جون بريزون شارج تاخذها الدوله كلها تياخذوا زعما البيرسونيل ولي زونفون كلهم تياخذوهم اون شارج فيها لي سبيسياليست فيها الشيفور فيها كل شيء دونك الدعم ديالنا كان من الناحيه التقنيه راه مقبول تقبل ولكن تنتفاجئوا في شهر تسعود ان ملي خرجت لا ليست ديال الجمعيات اللي غادي غيسنيو لا كونفونسيون مع الوزاره تنتفاجئوا بان حنا ما كاينينش ضمن هذوك الجمعيات الوغ ملي مشينا
كنسولوا تنلقاو الجواب بان الدعم راه داز ولكن بتحفظ، ولكن حنا ما وصلنا حتى شي اخبار ولا هذا تاكد لينا بان حنا راه ما غاديش نستافدوا من داك الدعم. مهم بقينا تنقلبوا هنا ضغوط ايغوش وهذا تنقلبوا، تقينا بان تعطونا الاخبار. جات جا المندوب ديال التعاون الوطني وسنينا داك الاخبار، داك الاخبار شنو فيه؟ فيه الرفض ديال داك البروجي. وحنا خدمنا شهر 9 وبادين شهر 10 وبنفس هذوك هذاك داك، حيت عندنا واحد الكايت شارج، هذاك الكايت شارج فيه كلشي، فيه الوليدات فيه لي سبيسيال فيه كلشي، الناس كلشي خدامين على اساس راه حنا غنتسناو الدعم باش ناخذوه. مهم هذا شلينا الحركه في الجمعيه، ما عرفناش شنو نديرو، طرقنا بزاف ديال البيبان، درنا ملتمس للسيده الوزيره، درنا رفع تظلم للسيده العامل الوالي ديال الدار البيضاء، مشينا حتى الوزير الداخليه ان درنا ليه واحد المراسله، ولحد الان دابا لحد الان انا تنتكلم معاك باقي ما وصلنا حتى شي جواب من عند اي جهه، حتى شي جهه ما عطاتنا شي جواب تفسر لنا فيه اشنو هو السبب ديال هذاك الرفض. بالنسبه لكم واش تتعاولوا غير على الدعم من طرف الوزاره، ولا ايضا تتقدموا دعم بطرف المجالس المنتخب مثلا مجلس المدينه الدار البيضاء؟ تنستافدوا مرارا، استفدنا من مجلس المدينه ومجلس العماله، ومؤخرا صافي واحد السنه دابا خدينا ترونسبور الوليدات من مجلس العماله ديال الدار البيضاء، هو اللي خدامين به دابا، خدامين به. بالنسبه لا بريزون شارج هي تناخذوها من المجالس، راه حتى هذه السنه دفعنا للمجلس ديال المدينه وراه خرجت لينا واحد لو مونطون، ولكن يمكن ما حتى هو يمكن ما غاديش نحظوا به هذه السنه. دونك ولكن علاش هذا التغيير في التعامل؟ ما عرفناش حنا، هذا هو السؤال. انا تنوجه السؤال ديالي من هذا المكان لجميع المسؤولين، اشنا هو السبب اللي خلاهم يرفضوا لينا الدعم بهذه الطريقه؟ لانك باش دير الرفض بهذه الطريقة راه بالعكس، راه خصك تعطيني أسباب، أعطيني أسباب مقنعة تخليني أن ذاك الرفض نتقبله. عندي مشكل في شي حاجة، عندي مشكل داخل جمعيتي، عندي مشكل في الدعم نفسه، في شي حاجة خصني نعرف السبب باش أنا. أنتم مستعدين أنكم بيان سور حنا مستعدين، أي خص دي بابي خص أي حاجة باش ذاك حنا شنو هو لوبجيكتيف ديالنا؟ هو أن ذاك الدعم هذوك الوليدات ما عندهم حتى علاقة، هما خارجين على النطاق ديال يكونوا مشاكل داخليه ولا خارجيه ولا اي نوع ديال المشاكل، هذوك الوليدات هما عن غينا فيهم. هذاك راه هذاك الدعم هذاك راه مرصود لهذوك الوليدات ماشي الجمعيه. الجمعيه راه غير هي واحد حلقه وصل بيننا وبين الاطفال وبين الدوله. دونك حنا ما عندنا لا كما تنقولوا في المثل الشعبي لا اناقه ولا جمال، حنا غير دوك الوليدات تناخذهم اون شارج والدوله اللي تتخلص لنا الناس المختصين. هذه هي لاطاش ديال الجمعيه، ما تتمشيش بعيد، هذه هي لاطاش ديالها. والوليدات تستافدوا من هذه الجمعيه راه كما قلت لك توتال، راه هاد الوليدات كلهم وليدات من طبقات هشه، لان اللي عنده لي مويا انا متاكد ما غيجيش للجمعيه، راه غادي يمشي يدير ترويض عند مرويض طبي، غيمشي يدير لوكتوفوني عند اوكتوفونيست في الكابيني ديالها، كل واحد راه غادي يقلب فين غيدير. شحال كنت على الوليدات تقريبا انتم؟ دابا اكتويلمون عندنا 34 وليد اللي داخل في الدعم، وعندنا اون ليست داتونت ما قدرناش ندخلوهم لان الجمعيه ديال الملائكه راه معروفه بان تتاخذ الوليدات بالمجان، راه تمشي للرباط غتعرف بان اونج راه تتاخذ الوليدات بالمجان، لان علاش خديناهم بالمجان؟ حنا اباء عايشين هذيك المعاناة وديك الثقل ديال ديك ديك الاعاقه، ديك الاعاقه واخا تكون انت ملياردير راه هذوك الفلوس غادي يتقاداو لك ان جور يتقاداو، لان كاين دواء، كاين واحد الدواء اللي الثمن باهظ، كاين تيوصل الدواء تيوصل حتى 500 درهم، وكاين الوليد اللي تلقى عنده جوج ولا ثلاثه الانواع ديال الدواء باش ما يجيوش لك كريزيبيليبتيك، زائد هاد لي بريستاسيون راه غير لي بريستاسيون راه الثمن ديالهم راه بايض. غنزيدو عاد خلينا حنا لاباريج ما هضرناش عليه، هذا اخر حاجه. لاباريج حتى هو الثمن راه كما قلت لك غير التيل وحده، انا كنت مؤخرا بغيت ندير التيل بنتي وحده لرجليها الضغوات 4000 درهم باش غندير لها غير وحده، وكاينين دي زونفون اللي خصهم جوج، كاين اللي خاصو كورسي تيدير 20000 درهم، كاين اللي خاصو اون شيز غولونت. ما تدخلش الباب تاع المحسنين تاع الناس اللي كاين الناس محسنين داكشي على قد الحال، فهمتي يقدر ياخذ شي واحد اون شارج، يقدر يشري ليه اون شيز غولونت، يقدر ولكن راه فهمتي تتعيا ما تطلب، واليد اللي تتعطي راه واحد النهار تتعيا، راه ما يمكنش تبقى تعطي دائما. حنا بغينا نعتمدوا على نفسنا، هذوك الوليدات مسؤوليه ديال الدوله ماشي مسؤوليه ديالنا. مادام كاينين وليدات عاديين تيستافدوا من التعليم وتيستافدوا من بزاف ديال الاشياء، حتى هادو عنده حقهم انهم يستافدوا من دوك لي بريستاسيون، هو ما تيقراش ولكن دوك لي بريستاسيون هو حياته، علاش انا نحرمه؟
كما دايرين حنا مؤسسه تعليميه لوليدات عاديا اوتر بارونتيز، لان حتى هاد الوليدات حتى هما عاديين غير عندهم احتياجات خاصه، راه حتى هما من حق الدوله انهم تاخذهم اون شارج. راه حنا ما كرهناش الدوله تاخذ لنا وليداتنا اون شارج، حنا ماشي قد هاد المسؤوليه، حنا مجتمع مدني وحنا وحنا اباء واولياء ديال هاد الوليدات. كيفاش حنا غادي نوفقوا بين ناخذوا لا بريزون شارج ديال واحد المجموعه ديال الوليدات وحنا حتى حنا تنعانيو من هذاك المشكل؟ راه حتى حنا خصنا يتخذ ياخذونا حتى حنا اون شارج، ما نكذبش عليك، حتى حنا خصنا ياخذونا اون شارج. دونك منين تجي تحيد لي انت واحد الدعم بلا ما تعطيني واحد الاسباب، راه انك تتحكم عليا بالاعدام، راه قتلتي لي مشاعري وقتلتي لي ولدي وقتلتي لي بزاف د الحوايج انا تنتنفس بهم. راه داك الوليد تيتنفس بالترويض الطبي، شي غير لو فيت ان داك الوليد تيمشي ليه ترونسبور في الصباح وتيجي فرحان وداخل هذاك المركز على انه تيبدل المكان اللي معتاد عليه، لان اليمسي اشنا هو المكان المعتاد عليه يوميا؟ هو الدار ديالهم. ما يمكنش تخرجوا، انا تنعاود لك دابا كأم، انا راه بغيت نخرج بنتي تلقى دي ديفيكولتي، خاصني الطوموبيل يكون فيها كوفر كبير باش ندير فيها لا شيز غولونط، خاصني نديها للمكان اللي فيه لاكسيسيبيليتي، وحنا بلادنا كلها ني با اكسيسيبل، انا تنقولها علانيه ان با اكسيسيبل، لا او نيفو ديال البنايات، لا المعلومه، لا بزاف د الحوايج، حنا ماشي اكسيسيبل ليهم. دونك فين غنديروا هاد الوليدات؟ نلوحوهم، يعطيونا غير واحد الكلمه، حنا ما قاديينش هذوك الاولاد، وحنا عندك الساعه غنلقاو غادي نلقاو الحل ليهم. ولكن بعيد على انك انت رئيس الجمعيه ولا الاعضاء تاع الجمعيه، انت كأم يعني كيفاش تشوفي نظره المجتمع لهاد الوليدات؟ شنو المعاناه اللي تتعانيوها يوميا مع هاد الاعاقه بهذا الشكل هذا؟ هاد الاعاقه بكونها انها مركبه وفيها جوج ديال الانواع هي ثقيله في حد ذاتها. ملي تتكون ثقيله راه تتكون ثقيله عليك وعلى المجتمع، على دارك، على وليداتك، حتى وليداتك داخل الاسره راه بالنسبه لهذيك الاعاقه اللي تتكون عندك في المنزل، راه حتى واحد النظره دوك الوليدات الاخرين اللي اونتر بارونتيز نقول لهم حنا عاديين، حتى هما تيشوفوا هذيك الاعاقه بانها حبست لهم شي حوايج في حياتهم. نعطيك اكزومبل بحال الحنان، يقدر وليد اخر ما تيحسش بالحنان اللي تتعطيه انت لهذاك لونفون، انت هذاك لونفون اللي عنده الاعاقه تتعطيه الحنان اكثر من الاخرين. علاش؟ تتقول لي انه هو مسكين محروم من الخروج، محروم من الدراسه، محروم بزاف الحوايج، ياخذ الدواء كل مره تيدير لك اون كريزي بيليبتيك، دونك تبغي تعطيه لو ماكسيموم، دونك تتحرم الاخرين، حتى هما دوك الوليدات الاخرين تتحرمهم بزاف د الحوايج. زائد ان ملي تخرج للشارع، نعطيك اكزومبل ديال الشارع، انا بغيت واحد الصباح نهز بنتي ونمشي ندور بها على 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 شط البحر، حقي هذاك متنفس ليا وليها، تتلقى واحد النظرات ديال المجتمع. كاين اللي غادي هو تيدير هذا وميم طون غادي تيشوف هذيك الاعاقه زعما تيستغرب شنو هو هذا الشيء، بحال شي اكسترا تيغيس تلقاه في الارض وبغى يعرف شنو هو سيكو هذا. وانا متاكده ان الناس المسؤولين هما ماشي على علم بهاد هاد 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 الاعاقه، كلشي تيهضر على التوحد وتيهضر على لي تريزوميك 21، ولكن الشلل الدماغي انا اتحدى اي مسؤول انه تيعرف اشنا هو الشلل الدماغي واشنا هما المعاناه ديال هذاك الطفل وديال الاسره ديالو. حنا راه تنعانيو ماديا ومعنويا وفكريا وجسديا وكلشي اللي بغيتي. انا بغيت غير ندي بنتي للحمام، نعطيك اكزومبل، انا بغيت ندي بنتي للحمام تلقى كيفاش غنديها؟ غنديها بلا شيز غولونط، غادي نهضر ليهم غنقول ليهم كيفاش المراه المغربيه كيفاش تعيش، المراه المغربيه العاديه، خلي دوك الطبقه الغنيه والمتوسطه. انا غنهز جوج ديال القبيبات للحمام وغنهز بنتي وبلا شيز غولونط وغنمشي للحمام وغندخلها بلا شيز غولونط، شكون غيهز معايا البنت؟ شكون غيحطها معايا في هذاك الحمام؟ شكون غيغسل ليها؟ انا بنتي دايره اوبيراسيون ديال سكوليوز في ظهرها فيه الحديد من هنا حتى لهنا، عرفتي باش نهزها خصني جوج الناس ولا ثلاثه. انا تنعاون دابا معاناه ديالي، اما كاينين الناس عندهم معاناه اكثر من داك الشيء. استاذه ناديه، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه فاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج قزا سيتي.